مساكم بالخير مشاهدينا ناسنا وحبابنا أوفياء التلفزيون الجزائري، رحبوا بكم في برنامجكم سيناكم بالخير. هذا البرنامج ليلقاكم يومي الأربعاء والخميس بمحطات الفنية التراثية الثقافية. كما عودناكم في بداية العدد نرحبوا بضيف الأمسية، لكن بعد الفاصل. وصلنا في بداية البرنامج إلى فقرة فن، هذه الفقرة اللي دائما نتعرفوا من خلالها على شخصية فنية، لكن قبل ما نروح ونتعرفوا على ضيفنا لهذه الأمسية نروح ونشوفوا واحدة من أعماله ونعود نوليكم. يلا تفضلوا مشاهدينا. الناس كاتبة قلبي يبغي كاتبة يا العميرة وكاتبة من عند الله كاتبة والله يهدي كاتبة بصوت الفنان المتألق، واحد من أعمدة الفن الجزائري، صانع الإحساس الجميل والبهجة. نرحب بضيفنا المتألق الفنان نصر الدين البليدي، شرفتنا في هذه الأمسية، مسيناك بالخير. الله يسلمك. مساء الخير أختي سلوى، مساء الخير مشاهدي الكرام تاع قناة الأرضية وقناة الثالثة إن شاء الله. السادسة والأرضية وكل الشعب الجزائري، وشكرا على الاستضافة. الفنان نصر الدين البليدي، وشنو هذه الغيبة؟ توحشك الجمهور تاعك؟ في الحقيقة هي الجمهور هو الفنان، والفنان هو الجمهور. لما يكون الفنان عنده إعطاء وعنده حاجة جديدة وعنده حاجة يقدمها للجمهور، لازم يكون حاضر في كل وقت. ولكن لما الظروف الخدمه رانا نخدموا فيها، واش كان انا حابسين في هذا نظرا للظرف الخاص نعيشه ويعيشه العالم ولا ذكاء من عندك ربما الفنان يحب يغيب شويه بيت توحشوا الجمهور. طبيعه الحال الجمهور تاعك هو في حاجه اليك، حاجه مسائلك باش تقدم له حاجه جديده. ولكن كي يكون ما عندكش حاجه جديده
يبوم يو إنسان يمهل روحه شوية ويقدم يقدم حاجة مليحة للجمهور اللي الجمهور يفرح بها ويستقبلها بكل رضا إن شاء الله. الفنان نصر الدين البليدي، تألقت في أداء الأغنية والفن الجزائري، احكي لنا على سر هذا التألق. في الحقيقة ماهوش سر، هو حقيقة. نعم. على كل حال بدايتي الفنية كانت من صغر، من اللي كنت صغير وأنا نحب الفن هذا ونحب هاوي في الفن، كنت هاوي في الفن، ولكن بعد ما عديت في ألحان وشباب ونلت الجائزة الثالثة، وبعد ما عملنا تسجيلات في التسعينيات وعملنا مهرجانات وخرجنا للخارج وكذا، هذا الإنسان كانه قبل كل شيء. أنا كنت موسيقي قبل ما نكون مطرب، أنا كنت موسيقي، مارست كل أنواع الآلات الموسيقية، آلات الموسيقية، ومن بعد رحت للغناء، صرت روحي في الغناء وسجلت شريط الأول اللي كان في 89 90 90 91 حتى 95. والفنان لما يتقن الأداء في العزف على الآلات تاعه يتقن الغناء بطبيعة الحال. هي يقول لك الملحن، ملحن الأغنية هو مطرب، هو مطرب بذاته، يطرب نفسه، لازم يطرب روحه في الأغنية كي يكون يلحن فيها باش يمدهل المغني اللي يغنيها. لذلك كما كنت نقول لك يساعدك أيضا في التعامل مع الموسيقيين لما تقوم بحفلات أيضا. طبعا طبعا الموسيقيين يفهموك وتفهمهم، عندهم 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 خبره، الموسيقيين اللي نخدموا معاهم كاع عندهم خبره وكاع يسمى سيدي، نكونوا سيدي بروفيسيونيل. والبرنامج نتاعي ماهوش برنامج محسوب معقد ولا حاجه، برنامج سهل، اغاني معروفه، اغاني وطنيه غراميه، صحيح، والمشاهد والمستمع يتقبلها بكل كل إحساس، كل خفة، من القلب إلى القلب، كل خفة. الفنان نصر الدين البليدي غنى للمرأة، هي مواضيعه الخاصة، صحيح؟ طبعا طبعا غنيت للمرأة، غنيت للمرأة في قلب غرامي. نعم. نقول الأغنية الغرامية، وهي الأغنية اللي كانت من كلماته ألحان أستاذ نور الدين الغالي، اللي نقول فيه اللي ما عذبتني يا إما وزايدة فيه بالي. هذه قصة غرامية كتبها وكتبها ولحنها، ولكن الأداء يزيد إمكانية الأغنية، لأن كما يقولوا الشباح تاع الأغنية هو المطرب. أكيد المطرب هو اللي كل واحد كيفاش يأدي الأغنية تاعو، كاين اللي يخرجها وكاين اللي والمطرب هو والفنان هو اللي يوصل اللحن، هو اللي يوصل الإحساس، طبعا هو اللي يوصل الأغنية الكلمة الطيبة، هو يوصل الأغنية للأذان الصغير. لأن الملحن مهما كان ولا كاتب الكلمات يلحن أغنية ويكتبها ويحطها في أي محطوطة ما سمحها حتى واحد، ما كانش اللي يقدر يعرف الأغنية. لما يجي المطرب ويعطيها ويغنيها ويقدمها للجمهور، الجمهور يتقبلها، هذا ينجح المطرب وينجح كاتب الكلمات والملحن. وكل فنان عنده رسالة، ورسالتك أنت لجمهورك ومحبيك، رسالتك الفنية؟ رسالتي الفنية أنا ديما في الميدان والحمد لله، ورسالتي الفنية أنا ديما أختار، نخير المواضيع تاع الأغاني ونخير المواضيع تاع اللحن كيفاش يكون، اللي يقدر يكون على إمكانياتي الصوتية. ما نقدرش أنا نغني أغنية كبيرة عليا محدود، أنا ما نقولكش أنا محدود بالك في الصوت وعندي يعطوني أغنية كبيرة، أغنية قصيدة ولا أغنية ما نقدرش نغنيها، بس أغنية صغيرة اللي تناسبني وتناسب المجتمع إن شاء الله فيها الخير. إن شاء الله المزيد من النجاحات إن شاء الله والتألق. فنان نصر الدين البليدي، أغانيك دائما تصنع الحدث، يغنيها الكبير والصغير، كيف الفنان البليدي نصر الدين كيفاش تختار مواضيعك باش ترضي الجمهور تاعك؟ هي في الحقيقة الموضوع يدل على نفسه. هي لما تكون الأغنية تدل على تغني أغنية وتسيبها تدل على مجتمع. هي هذيك هذاك هو السر، نقدر نقول السر تاع الفنان في اختياره للموضوع واختياره للحن وأداؤه للأغنية. معظم الأغاني
نشوفوا بزاف المواضيع تاع الاغاني، كاين اللي يغني على نفسه، كاين اللي يكتب اغنيه على نفسه، بصح ما يقيسش بها الجمهور، لان ما تدلش على الموضوع، ما يدلش على المجتمع كله، يدل عليه وحده، يغنيها على روحه، تقعد في نفس النمط ليه هو شخصيا، ولكن الموضوع اللي يدل على المجتمع او يبان أي ما مثلا كيما كاتبه من عند الله كاتبه، شكون اللي ما عندوش قصه صارت له مكتوبه كاتبه وكاتبه اليوم من برنامج مسيناكم بالخير، نعاودوا نرجعوك ل 28 سنه، اغنيه غنيتها عام 1992، نذكروك ونذكروا المشاهد بها، يلا تفضلوا مشاهدينا. مع
احد بسمي بصوت الفنان نصر الدين البليدي. رجعنا الى الزمن الجميل والمكان السياحي بالشريعه ولايه البليده، حاجه يعني ترويج ايضا للاماكن السياحيه الخاصه للانسان للجزائري ربما يروح ليها ويحبها. طبعا لكن على هذه الاغنيه فكرتني بزاف صوالح. كانت الفكره من المخرج، المخرج سيد علي بن سالم، هو اللي اقترح الفكره، قال لي واش تميز ونديروا في الشريعه. درنا دو كليب، درنا هذه ودرنا الراي رايي وانا مولاه. كان الامور كانت شريعه غير كما داروا. هو المكان المقصود في هذا الوقت يروحوا له بزاف العائلات الجزائريه. طبعا طبعا منطقه سياحيه، منطقه صحيح. سياحيه لا سيما في الشتاء ولا في الصيف. صحيح. وكان الناس راهم ساكنين ثم لان ولات دائره الشريعه، دوك دائره الشريعه ناس سكان ماكثين ثم على العام يسكنوا ثم. صحيح. قلت لك الفكره كانت من عند السيد علي فكره. رحنا كاع الفرقه طلعنا شريعة، كان كاين تما فندق وكاين كذا، قعدنا مكثنا 4 أيام في الفندق هذاك، 3 أيام ولا 4 أيام، ودرنا لي دو كليب هذوك، والحمد لله. وكانت هذه حصة خاصة بنصر الدين البليدي. نعم. كان فيها كيما نقولوا حنا الألبوم تاع فيه 6 أغاني، درنا فيه كليب افيك لي زانترفيو افيك كذا والمناظر، درنا في البحر، درنا من جهة شنوا بلاج، درنا بزاف لي كليب في هذا النوع. في نعم نصر الدين البليدي، نشوفوك في هذا الكليب انك ايضا تمارس التمثيل، قمت بالتمثيل في الكليب. هي طبعا كي تكون حماس تاع الجو اللي داير بك، ويكون الاغنيه تعتبر كاغنيه تصويريه كما نقولوا احنا، اغنيه تصويريه لازمك تمثل فيها، لازم تلعب الدور تاع الكلمات، تلعب الدور تاع اللحن وتاع لي ريبليك تاع. وكي تكون اغنيه هذه حاجه عاديه، تكون اغنيه تاع استوديو اللي تفوت فيها في استوديو بلاي باك ولا حاجه، هذيك حاجه عاديه، لان تلبس الاغنيه، الفنان اللي يلبس الاغنيه نتاعو، يشربها كما نقولوا احنا، يشرب الاغنيه نتاعو، يمثلها ولو كان يكون على المسرح. صحيح. يكون على المسرح قدام الجمهور، يمثل الكلمات يمثلهم. هو كله الفن كله تمثيل واداء وروح والى اخره. مادام جبت الجمهور، الفنان نصر الدين البليدي عنده جمهور كبير وعريض، واش تقول لجمهورك اللي مادام عندك بزاف ما بنت، واش تقول له؟ لا يشوف فيك خاصة على شاشة التلفزيون الجزائري. كلوني هنا. هنا يا مرحبا، وإن شاء الله عن قريب كاين. ما حضرنيش الوقت باش نحضر السيدي باش نسمع لهم واش راني نخدم، باش كنت نسمع لهم غير مقاطع. الوقت ما تفانيش باش نجيب معايا لا ماكيت. وشني عن قريب ان شاء الله استسمحك نصر الدين البليدي، سيرفع على مسامعنا اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائر وضواحيها، فننصت للاذان. لا اله الا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج مسيناكم بالخير، وضيفنا لهذه الامسيه الفنان نصر الدين البليدي، وراه يخاطب جمهوره اليوم اللي عنده بزاف ما شافوش ورسالته اليوم. يلا رساله تاعك فناننا نصر الدين البليدي للجمهور لو يشوف فيك. رساله كما قلت لك قبيله الاخت سلوى، هي لما نحضر ان شاء الله بربي للشريط اللي راهو خارج، الالبوم اللي راهو خارج، ان شاء الله يكون رساله صريحه من خلال المواضيع. راك تمد لهم الرساله رساله تكون صريحه بيني وبين الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله ويكون ان شاء الله ينال اعجابه ان شاء الله. وانا عندي ثقه في الجمهور باللي ما يخيبش ظن فنان اللي دائما اعطى له حاجه مليحه. صح، وكان دائما يعطي له الاحساس، يعطي له الكلام الطيب الراقي من خلال المواضيع اللي تغنيهم انت يا الفنان نصر الدين البليدي. ما هي المواضيع اللي تميل ليها بزاف وتكتب دائما وتغني ليها؟ هي في الحقيقه مواضيع اللي غنيتها هي كلها تقدر تقولي كلها هي غراميه، اغاني غراميه، اغاني شبابيه في ذاك الوقت.
كنا كانت كاينه حصص شبابيه وحصص لان كانت دفعه جديده في موجه جديده كما يقولوا جات في وسط الشباب، وحنا كنا من نوع الشباب من ضمن الشباب هذوك، كنا نخيروا الاغاني المواضيع اللي احساسيه غراميه للمجتمع. بالك حنا كنا تربطنا الصيله بين العائلات وبين كذا، كان احترام ما نهضروش عليه، كان احترام متبادل. صحيح متبادل، احترام متبادل. وشني ما تروحش كما نقولوا احنا ما تروحش قبالة للهدف، تروح من طريق الكلمات ومن طريق اللحن من طريق باش تقرر المصير تاعك في هذيك الاغنيه وفي هذيك الموضوعيه. ومعظم الاغاني اللي غنيتهم انا اغاني هما كانوا للاستاذ نوردي بن غالي، كان يكتب في المواضيع هذو ويكتب اغاني الشبابيه هذه في ذاك الوقت. كاين نبكي على الراي اللي ما كاش، طبعا اللي يسمعها يديرها شغل عليه المستمع ويسمعها يقول هذه اغنيه عليا. كاين الراي رايي وانا مولاه، صحيح يعني كيف اللي يسمعها يقول لك الراي رايي وانا مولاه. كاين اغنيه اللي عاودت هذاك في الالبوم الاول ما نحكي ما نشكي، لان اغنيه قديمه سجلت في الستينات وعاودناها احنا في التسعينات، يسمى 30 سنه من بعد ولا تتبان اغنيه جديده للجيل هذاك الجديد وإلى آخره. ولكن المواضيع احنا كنا دائما نخيروا موضوع اجتماعي اللي ما يخرجش ما نخرجوش على 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 السيطرة تاع الغنية ولا المغني ولا اللحن، ولا تبقى ديما في الوتيرة في اللحن والغناء والكلمات. شكون يكتب للفنان ويتعامل معاه بزاف فنان؟ معظم الأغاني قلت لك نور الدين بن غالي هو اللي كتب الأغاني. هذا الألبوم هذا اللي شتيه هذا كاع كتبوه هو، ست أغاني هو، والأغنية تاع نبكي على الراي ثاني تاعو، هذاك الألبوم الأول نبكي على الراي، وهذا الالبوم هذا فيه ست اغاني، من راي رايي واللي معذبتني ويا طالب، فيها اغنيه تعامل مع بالغالي نور الدين بالغالي. وايضا تعاملت مع فنانين بزاف، مع صايم الحاج ربي يرحمه، نعم الله يرحمه، غنيت له ربي يرحمه غنيت له، تعاملت كتبت اغنيه ولحنتها انا هي شابه ولقد موتيك. تعاملت مع سعيد كزيم كموسيقي ملحن، تعاملت مع كاين بزاف ملحنين اللي كنا نخدموا، كنا يسمى تقدر تقول كنا انتي جروب هكذايا، نجيبوا من عند واحد واحد يجيب اغنيه، واحد يجيب لحن، واحد يجيب كلمه، واحد يجيب كذا كلمات ونركبوا اغنيه ونسجلوها. والحمد لله كانت معظم الاغاني لان كان الانفتاح، وكانت معظم الاغاني كاع المطربين اللي غنوا في ذيك المرحله، كاع المغنيين اللي غنوا في ذيك المرحله تقدر تقول كاع اغانيهم ناجحه، كاع نجحت اغانيهم. اللي دار اللي ما داش دار اغنيه واحده ونجحت له. نعم كاين بزاف نعرفهم هم اصحابي. على كل حال كاين اللي ما غناوش، كاين اللي غنى اغنيه واحده ونجح بها ومازال الدور كيغني بهذيك الاغنيه تاعو هي اللي دارت له سكسي وقعد عايش بها، ولكن في نطاق محترم، نطاق نظيف. هذا هو المقياس، هذا المقياس. المقياس تاعنا احنا كي قلعنا كي بدينا في هذا الوتيره، من بعد كل واحد خذ طريق، هذه هي الدنيا. الاحساس والصوت كونوا فنان راقي تقبلوا الجمهور وحبوا من خلال هذا، هي مواصفات الفنان نصر الدين البليدي. ما هو الاحساس اللي عندك؟ ما هو السر تاعو؟ نقدر نقول لك انت كيما تكتب الاغنيه تحس بها، كيما تغنيها تقدري تقتنع بالكلمات. تقدري ما تكتبيش اغنيه، وتقدر الفنان ما يكتبش اغنيه وما يلحنهاش، ولما يقرا الاغنيه ويغنيها لاول مره يحس بها، قلت لك يشربها، يشرب الفنان يشرب الاغنيه هذه، وما يولي يؤديها كما يحب هو احساسه، لان مد لها الاحساس نتاعو للاغنيه. الاغنيه بالطبع تكون جميله، ولكن الانسان اللي ما ذوقش الاغنيه يعطوها له اغنيه مهما كانت صفتها، يكون تكون اغنيه رائعه يعطوها الواحد وما يحسش بها، او من المحال يقدر يخرجها ولا ينجحها ولا هذه 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 ما نقولكش انايا، هذه عباره اسمها منطقيه. فهمتي؟ وكل واحد كيفاش الاداء نتاعو، كل واحد كيفاش يؤدي. وحنا طحنا بالك، حنا طحنا في مواضيع اللي
كانت مليحة وبالنسبة لنا سهلة وبالنسبة لنا مواضيع اللي جلبنا بها الجمهور، وكاين اللي طاحوا في مواضيع بالك ما نجحوش، الله غالب ماشي. يلا نروحوا نشوفوا احساسك، لكن بعد ما نشوفوا هذه الاغنيه اللي يغني فيها الفنان نصر الدين البليدي، يلا تفضلوا مشاهدينا. عطوني غزالي خلوني نسير بحالي، عطوني غزالي خلوني نسير بحالي، حار عليكم يا ناس يا ناس يا ناس، هذاك اللي بقالي وسس هو القنطاس رزقي حلالي وديالي، وسس هو القنطاس رزقي حلالي وديالي، منو ما نقطع لياس ما نقطع لياس، وغيرو ما عندي والي. كان صغير صرفت عليه مال كثير، ربيته كان صغير صرفت عليه مال كثير، واليوم كي عاد كبير قدرني وش طنبالي، واليوم كي عاد كبير قدرني وش طنبالي، خلاني حاصل كي طير لمكتف بالحبالي، خلاني حاصل كي طير لمكتف بالحبالي، هو تمتع به الغير وانا رماني للتالي، هو تمتع به الغير وانا رماني للتالي. حار عليكم يا ناس يا ناس يا ناس، هذاك اللي بقالي باش كبرتو قريتو علمتو، ما حد باش كبرتو قريتو علمتو، واليوم كي عاد يعرف هدف عليا بفرقتو، واليوم كي عاد يعرف هدف عليا بفرقتو، غزالي طويل السالم هجرني وتلف جرتو، غزالي طويل السالم هجرني وتلف جرتو، خلاني مشوار عتالف نمشي كلبو هالي، خلاني بشوار عتالف نمشي كلبو هالي. كنت نظرة من محنتو، لو كان متود بنتو كنت نظرة من محنتو، ينظر قبرو كل يوم يمكن ننسى محبتو، وانظر قبرو كل يوم يمكن ننسى محبتو، ما نبقاش هكذا معدوم والعقل ما صبرحتو، ما نبقاش هكذا معدوم والعقل ما صبرحتو، امرقت مجانينو سهرا ليا وليالي، امرقت مجانينو صار لي يوم وليالي. وسس هو القنطاس رزقي حلالي وديالي، وسس هو القنطاس رزقي حلالي وديالي، من وين قطع لياس من قطع لياس، وغيره ما عندي والي. غزالي بصوت الفنان نصر الدين البليدي، ورانا عطيناك غزالك في برنامج حسيناك بالخير وفكرناك بهذه الاغنيه الجميله. يا حسره شنو احساسك؟ هذه
الأغنية تميل إلى التراث، فيها رقص تقليدي جزائري. كل شيء إحنا يسمى المخرج كان الترويج للسياحة، استعمل يسمى الريتم، الإيقاع اللي كان فيها إيقاع خليجي. نعم. هذا استعملنا الصحراء والغزال، هو عايش في الصحراء ما يقدرش يعيش في التل، يسمى عطيناها نبرة شغل الصحراء شغل وتبين السياحة في الجزائر أيضا، واللباس التقليدي الجزائري كان حاضر، واللباس التقليدي الجزائري مع البالي اللي تشوفي فيه ما جلست واحد ثلاثة ولا أربع خطرات هذه الأغنية. أنا في وقيلة رابع خطرة نشوفها. نعم. خطرة نشوفها بصح على حسب الأعمال اللي كنا اللي خدمناها، الإنسان بعد يتذكر باللي كان عمل جاد خدمناه والحمد لله. أنا معايا اليوم الفنان نصر الدين البليدي، هو عينة من الفنانين الناجحين، حبيت نعرف ويقول لنا اليوم في البرنامج الفنان نصر الدين البليدي ما هي المقاييس اللي يتخذها الفنان باش ينجح ويسلك طريق حافل بالنجاح. الفنان الحمد لله يا ربي، أنا عندي بالنسبة لي كل فنان نجح، لأن الفنان لما يوصل لمرتبة باش يعود يولي فنان راهو نجح. يركز على كاين حاجات اللي يركز عليهم الفنان، وهو حسن الخلق والتربية، الأخلاق. نعم. التربية الأخلاق الإنسان يكون، والتواضع. التواضع صحيح. هو الإنسان لما الفنان لازم يكون متواضع. صحيح. التواضع هو كلش، لأن التواضع هو اللي الجمهور تاعك. الاحترام، الاحترافية. طبعا هذا قاع. نعم. هذو قاع من ميزات الفنان وشخصيته. انتقاء الكلمات الطيبة اللي خيرها يتقبلها الجمهور. يتقبلها الجمهور طبعا. ولو احنا فنانين على كل حال، عدو بلا نقول قلت انا، احنا فنانين اللي دخلنا البيوت العائلات. صحيح. يعني دخلنا البيوت العائلات وسكننا قلوب ناس نضلاء وناس. صحيح. ما شاء الله فهمتي، وحبونا هذوك الناس، حبونا عزونا، لان على بالهم بلي ثقتهم معنا احنا درنا فيهم ثقه، هما داروا فينا ثقه. صحيح. وثقه متبادله، هما اللي نجحونا مش احنا اللي نجحنا. لان الفنان والجمهور هو اللي نجحوا اكيد. واليوم راك معنا اليوم فنان نصر الدين البليدي، اليوم راح تعيش معنا التراث. نتكلموا دائما عندنا محطه خاصه بالتراث، لكن بعد الفاصل نلتقي مشاهدينا. مشاهدينا اليوم في موضوع التراث حين نتناولوا موضوع الكسكسي. يلا نشوفوا حكاية الكسكسي مع زميلة ياسين حسيني ونعودوا لكم. يلا تفضلوا مشاهدينا. تراث الجزائر ثقافة وأصالة، تنوع في الحضارة وتقليد ورثناه عن جذورنا العريقة. لنكتشف اليوم أحد تلك الصناعات التقليدية والإبداعات التراثية، هو طبق اللمة الجزائرية والجلسات العائلية في مائدة تقليدية يستمتع الجزائريون بها، خاصة يوم الجمعة وحتى في مناسباتهم الاستثنائية.
الكسكسي مع الزميلة ياسينيا حسيني، نشكرها على ذلك. في فقرة تراث راح نتكلموا على ماء السلطان، مائدة أفراحنا ومناسبتنا مع خبيرة تراث سيدة لويزا غاليز. مرحبا بك، مسيناك بالخير سيدة لويزا. توحشناك سيدة لويزا. لا يسلمك. اليوم في موضوعنا عن الكسكسي، وزارة الثقافة نظمت مهرجان خاص بالكسكسي، وش هو تعليقك سيدة لويزا غاليز؟ هو المهرجان كان موجود، نعم، هو المرة هذه الطبعة الثالثة، نعم، ويديروه جمعيات وفاعلين محليين وكذلك فاعلين عالميين، لأنه كان فيه مسابقة عالمية تحت رعاية وزارة الثقافة. نعم، عن الكسكسي هو طبق شعبي معروف في الجزائر، يختلف من منطقة إلى أخرى وتسميته تختلف، وش تضيف لنا الخبيرة في التراث؟ لا نظن يعني الريبورتاج قال كل شيء. نعم. الكسكس طبق شمال إفريقيا، نعم، موجود كذلك في المشرق، ولما نقول شمال إفريقيا بمعنى كذلك المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا والمشرق، إلا أن المشرق احنا نعرفوا بأنه كانت حملات ولا سفارات، نعم، من شمال إفريقيا إلى بلاد المشرق لبلاد الشام منذ قرون، يعني بدأت لربما على الأقل من القرن الثاني عشر أو من قبل. بالتالي ما نقدرش نقولوا بان الكسكس اللي موجود في الشام هو كسكس الشام، كان ممكن جدا واكيد انه المغاربه اللي مشاو منا، يعني شمال افريقيا اللي مشاو منا، هما اللي خداو معاهم طبق الكسكس وطوروه تما. لقاو ثاني تروح حتى المكسيك تلقاي واحد يعمل كسكس، لكن صحيح اكيد يكون جزائري ولا مغربي ولا تونسي يعمل كسكس هناك. هذا ما جعل الكسكس طبق عالمي قبل ما يتسجل كطبق عالمي. نعم. لذلك احنا ما سجلناش الكسكس فقط، سجلنا الكسكس بما فيه العادات المرتبطه بالكسكس، المهارات المرتبطه بالكسكس، لانه حتى اذا كان كل العالم كامل ياكل الكسكس قال لك سي لو دوزيام بلا او موند، الا انه شكون اللي يفتل في الدار صحيح بالجفنه وبالغربال، وشكون اللي يفتل يدير حفله قبل العرس، يدير عرس الكسكس بالفتيل تاع الكسكس تاع العرس. حنايا هذه داخله في عاداتنا وتقاليدنا، داخله في عاداتنا وتقاليدنا. شكون اللي عنده شركات، يعني دي مانيفاكتشر، شركات صغيره اللي تصنع ادوات الكسكس، صحيح، الكسكاس والغربال، حنايا ماشي هما. شكون اللي عنده كذلك الكسكس موجود في كل الاحداث الاجتماعيه، فرح او قرح، صحيح، حنا ويقول لك بانه الكسكس عنده صفتين، الاول هو اللمه والثانية يداوي الجروح، لأن الواحد كيكون عنده قرح في الدار واش تديله باش تصبريه؟ تديله كسكس. الجيران يطيبوا كل عشية، يتفقوا الجيران باش يقول لك الدار اللي فيها الميت مثلا ما تشعلش النار، الجيران يتفقوا باش يجيبوا لهم كل عشية، يجيبوا لهم عشاء، واش يجيبوا لهم؟ يجيبوا لهم طعام. بالتالي هو الطبق اللي يلم الناس ويرافق الأفراح ويداوي الأقراح. يجمعنا في أفراحنا وأقراحنا الكسكسي التقليدي والكسكسي العصري. هل الكسكسي ما زال محافظ بمقاديره السيدة لويزا؟ نعم نعم، وإن كان هناك بعض التجاوزات لكنها تجاوزات طفيفة. مثلا أن كسكس غويال، نحب نقولها بالفرنسية لأن اختراع الكسكس غويال طبق الملكي اختراع أوروبي، ماشي جزائري ولا مغربي ولا تونسي ولا ليبي ولا موريتاني ولا صومالي ولا كسكس غويال، سي اون انفونسيون، يعني اختراع. هذا ما يعنيش بانه خلاص ما راهش كسكس، هو كسكس بدل ما يكون فيه لحم واحد، لانه الكسكس الحقيقي فيه اون فيوند، صحيح، نوع واحد من اللحم، من الافضل يكون غنم، صحيح، وفيه لي ليغوم تاع لا سيزون، يعني تاع الفصل، الخضروات الفصليه. حنا دركا نفتحوا اون بواط دو كونسيرف معلبات، نرموها في القدره ونجيبوا ثلاثه ولا اربعه انواع تاع اللحوم نديرهم في القدره ونزيدوا نشويو المركز نحطوا فوق، يعني هناك رفاهيه. لكن الكسكس يبقى كسكس، لانه اهم ما هو في الكسكس هو فتل الكسكس. وكاين ناس جيجل يديروا الكسكسي بالحوت. نعم. بالحوت، ماشي غير الناس جيجل، كاين في جيجل، كاين في والمنطقة الساحليه، المناطق الساحليه كيكدا ايضا، بصفه عامه، صحيح. وش رايك سيده غاليز لويزا نروحوا نتعرفوا اكثر على الكسكسي من خلال هذا الروبورتاج اللي قامت به الزميله رميسه معزوزي، ونعاودوا نوليكم. يلا تفضلوا مشاهدينا. من ابرز الاكلات الشعبيه الكسكسي،
السكسو، البربوشة، لا يكاد يخلو غذاء عائلة جزائرية من هذا الطبق المتوارث والذي يحظى بانتشار كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجزائر. أعادنا لجذورنا الأمازيغية ليصنع ديكورا تقليديا بمختلف أساليب تحضيره، يروي تفاصيله الشاف عزيز عثماني. أسألني ويامون العويد القبائل سكسو القبائل أمنزو يقول لي سكسو سو فيزار إذ نخدم مساكي سكسو ذو فيزار كي يتوخدم سيفاون يقور نخدمي في يناير ويسين نيويا وند أم قفول وكذا سيقارن أم خيوض ويسلاثة نيويا وند سكسو نتمزين سغديوث سغديوث ويسربعة نيويد سكسو سوسقي ديت مغربيين ديال الفروح الكلي سكسو القبائل توسن الكلي ديت مول القبائل اما بجايات زيوزو توفيرت مارون الكلي الجزائر خدمة سكسو. هذا الطبق الملكي طبق التلاقي حجز مكانه على قائمة التراث العالمي لليونسكو سعيا إلى صونه. تتنوع نكهته وتختلف وصفاته من منطقة إلى أخرى، يضاف إليه اللحم أو الخضار ويقدم بالمرق أو باللبن حسب الأذواق والمناسبات. والسيدة ليلى بنازو أبدعت في تحضيره ليبقى سيد المائدة الجزائرية بامتياز. اليوم جبت لكم طبق، يعني جبت لكم الطعام، جبت لكم نوعين من الطعام، طعام البليدي، طعام الأبيض، وجبتكم طعام الحمامة، نقولوا لها الحمامة. نبداكم بطعام الأبيض، نديروا له السمن ونحرجوه بزبدة حرة وفلفل كحل والقرفة، ومن بعد هذه المرقة تاعو نديروه بطعام باللحم ونديروه بالدجاج. اليوم جبت لكم بالدجاج، والأساس تاعو البنة تاعو يعني البليديين هو المازهر والقرفة. وبالنسبة لطعام الكحل يعني عيطوا له الحمامة، هذاك طعام يعني في الربيع نوجدوا له الأحشاب تاع الأحشاب، فيه زعتر، فيه زعترة، فيه فليو، فيه شجرة مريم، وفي الربيع الأوراق يعني تاع الفاكهة، الرمان، الزعرور، التينا، لارونج، هذو كامل نقوهم نغسلوهم ونطحنوهم ونفتلو بهم هذا الطعام، يولي طعام كحال كما شفتوه وصحي، يعني هذا مشهور به، مشهورة به مدينة البوليدة. تشكيلة مميزة من الحلويات التقليدية تتفنن في صنعها السيدة ليلى بنازو، تعكس أصالة الموروث الجزائري، وهذا لحفاظ المرأة الجزائرية على العادات والتقاليد. اليوم جبت يعني باقة من الحلويات متنوعة، جبت تقليدية وعصرية، جبت قنيدلات، جبت مشوك يعني مودرن، بدلنا له غير بالديكور برك، مع البليدات مدينة الورود صافي حلوتنا كامل بالورود. سلطان المائدة المقروط هما مقروط الكوشة، مقروط الكوشة يكون عالي ماشي يعني كبير، عيطولو مقروط الكوشة العالي، هذا هو لازم يكون حاضر، لازم يعني يحافظوا على التقاليد يعني مجدود، يعني ونزيدوا المستقبل اللي راهم جايين يحافظوا على التراث تاعنا، تاع الطبق تاعنا هذا تاع الطعام البليدي. إذن يشكل التراث اليوم الماضي والحاضر والمستقبل لكل أمة تقدر ماضيها لتتوارثه الأجيال وتحفظه الذاكرة. من خلال زميلتنا رميسة معزوزي رحنا تعرفنا على الكسكسي وطريقة تحضيره، تختلف من منطقة إلى أخرى لكن الكسكسي هو واحد. سيدة لويزا قالت هو واحد منذ القدم، من الوقت النيوليتيك يعني ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا ما تغيرش القمح، وبالتالي لما اخترعنا الكسكس ما على باليش واش من العام ما تسقسينيش عليه، لكن قديم عندنا ثوابت في العصور في القرون الوسطى، لربما يكون من قبل لكن مازال ما لحقناش ثوابت ماديه اللي تعطينا البراهين، لان احنا نشتغلوا بالبراهين، لكن هو موجود منذ قبل وجود الجزائر وقبل وجود
الحدود الحالية وقبل وجود السيارات وما إلى ذلك وقبل وجود الكوشة كان يطيب بالنار والفحم والخشب وكان موجود كما هو اليوم. نعم، وهنيئا لنا الكسكسي صنف يوم 16 ديسمبر أنه هو طبق جزائري مغاربي. قولي لنا سيدة غاليز، كيف هو إحساسك وهو يصنف في منظمة اليونسكو؟ هني لك باش نقول لك بلي مانيش فرحانة، نكذب بصح كل الجزائريين راهم فرحانين. صحيح، لكن هذا الفرح هذا فيه نوع من الخوف كذلك، لأنه كي نصنفوا عنصر عندنا واجب لازم نحافظوا عليه. صحيح، هناك أكثر من مجرد محافظة، هناك مخطط صون مكتوب. صحيح، في الملف. صحيح، وهذاك المخطط لازم نطبقوه، وهو وإن كان وزارة الثقافة في كل الدول، وزارة الثقافة هي اللي تحط الملف في مكاتب اليونسكو، إلا أنه هذا المخطط يمس لي زوتر ديبارتمون، يعني وزارات أخرى كوزارة التعليم ووزارة الجامعات واسم التعليم العالي، الارتيزانة، التوريزم، يعني أشياء كثيرة داخلة، العناصر كثير داخلين في هذا مخطط الصون، ويجب أن تكون هناك يد من حديد حتى نقدر نطبقوا كامل هذه المخططات اللي كتبناها في الملفات تاع الكسكس وتاع العناصر الأخرى. نعم، كنت قلت في بداية الروبورتاج أو الفقرة أن الكسكس يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، طريقة التحضير خاصة بكل منطقة. لو إحنا رانا على إقبال بالاحتفال بيناير، منطقة القبائل عندهم طريقة خاصة في تحضير الكسكسي، وش تضيف لنا البقوليات وتحضيره بالبقوليات، وش تضيف لنا سيدة غاليز لويزا؟ لا، منطقة القبائل طريقتها هي طريقة خضروية، لأنه منطقة خضراء فيها بزاف الخضروات، لذلك يطيبوا بالليغوم دو سيزون، يعني الخضروات الحاضرة في هذاك الفصل، وهي موجودة في كل وقت حتى في الشتاء تقريبا عندهم الحشيش، يعني بكري ما كانوش الناس يروحوا للسوق ويقدروا يعمروا قفه، ولا يروحوا المونوبري ويجيبوا معلبات ويفرغوها في القدور، كانوا يخرجوا للحقل حاجة اللي كاينة يجيبوها، ولا كاين طعم الفول يجيبوه، ولا كاين القرنينه يجيبوها، تعرفوا شنو القرنينه؟ نعم. ولا كاين الحميصه، يجيبوا الحميصه، ولا كاين حشاوش واحد اخرين، يجيبوا حشاوش واحد اخرين. في اغلب الحالات كان داير شفناه في الروبورتاج، الطعام يعني الكسكس ماشي باللحوم، اللحوم حاله خاصه. صحيح، حتى انه في الماضي كانوا الناس يذبحوا كبش العيد وياكلوا فيه حتى العيد الجاي. صحيح، ماشي ما يجلوش اللحم كل يوم ولا كل اسبوع ولا كاين حالات خاصة، لكن ما هوش عادة، هو استثناء. فالأهم ما هو في الكسكس هو الخضر الموجودة في الفصل هذاك، والخاصية الكسكس القبائلي هو الخضر الموجودة في منطقة القبائل. وراهم موجود معنا الفنان نصر الدين البليدي، خلينا نعرفوا السيدة غاليز لويزا على خاصية تحضير الكسكسي في منطقة البليدة. كما كانت تقولي الاخت درك هي من بليده، ديروه احمر ابيض. حنا عندنا الكسكس نديروه بالخضروات، نديروه بالدجاج ولا باللحم، ونديروا المسفوف بالفول والجلبانه، هذاك واحد ويجي صاف، وكاين اللي نديروه بالزبيب، وخاصه في شهر رمضان. شهر رمضان كل يوم طبق، كل يوم بالزبيب ولا بالفول والجلبانه ولا بالزبيب، ما نديروش بالخضره في رمضان. في رمضان ما نديروش بالخضره. صحيح، عندنا من الجمعه للجمعه نديروه يا بالخضره يا بالفول والجلبانه يا بالزبيب، يا في وقت الحمامه احنا نديروا الحمامه في الربيع، لان المنطقه كما كتقول السيده منطقه البليده منطقه جبليه، وفيها كاع نوع الاعشاب كاع موجوده ثم. الناس تطلع وتنحي الاعشاب هذيك اللي ماشي ضاره، يديروها في يطحنوها ويديروها كما تقول الاخرى، ونسات الحلحال، حنا نقولوا الحلحال هذاك اللي يجي فيولي هكا، هو اللي يرد، هو اللي يرد هذوك الحشاويش يردهم كحل، لان الحشيش يولي يكون اخضر لما تضيفي له الحلحال هذاك الفيولي هذاك البنفسجي هذاك اللي يرد الاخضر. المناسبات اللي طيبوا فيها انتم الكسكسي، المناسبات كما الاعياد، كما راس السنه الامازيغيه، كما نقول لك كل جمعه. صحيح، كل يوم جمعه عندنا الكسكسي، يا مسفوف يا بالخضره. صحيح، يا بالزبيب يا حمامه. احنا الكسكس في البليده
ما يخطيش. صحيح. ما يخطيش. نعود نرجع إلى السيدة غاليز لويزا وتقول لنا وش ضيف فيما يخص هذا الموضوع التاري واللي يروح لعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا. وشنو الإضافة تاع سيدة؟ أنا نحبك نرجع على قضية الملف. يلا تفضلي. التسجيل اللي هو ماشي ملف سهل. صحيح. يقوموا به خبراء. وهو مطول يعني العمل مطول. على سبيل المثال هذه القضية تاع الكسكس بالذات بدات في 2011. من 2011 لازم نلقاو طريقة باش يكون الكسكس اللي نتحدثوا عليه حنا هو الكسكس تاعنا، لأن الكسكس موجود في كل مكان وكل الدول اللي ما سمعت يعني ربما يكون أكبر ملف يحبوا يدخلوا فيه كامل دول العالم. دونك كان لازم نلقاو طريقه صحيح باش يكونوا فيه عادات وتقاليد موجوده عندنا وماشي موجوده في جهه اخرى، باش نقدروا دراسه وبحث تفسيرني يعني صحيح. باش لازم نتميزوا عن الاخرين، نتميزوا على الاخرين ويكونوا الدول اللي يهمونا فقط اللي عندهم نفس العادات معنا واللي صحيح. عندهم نفس العمليات. والعمل الحقيقي يعني بدا من 2016 اربع سنين وحنا نخدموا. الجزائر هي اللي اقترحت، ومن بعد كي هو كيفاش يتم العمل، كاين اجتماعات تاع اليونسكو، في الاجتماعات تاع اليونسكو كل الدول حاضره. صحيح. اتصلت الجزائر، ممثل الجزائر في ذلك الوقت اتصل بالدول الجيران تاعنا، قال لهم وعلاش ما نصنفوش عنصر من عناصر اللي تهمنا احنا في شمال افريقيا وتمثلنا كامل كيما رانا، باش نلقاو عناصر اتصال بيناتنا ماشي غير فواصل وحدود. ايه فكروا في وعلاش ماشي برنوس وعلاش ماشي كذا وعلاش ماشي كذا وعلاش ماشي الكسكس. بالتالي اتفقوا على الكسكس وبدات تمشي القضيه. لازم الوزير وزير الثقافه يتصل بالدول الاخرين ووزراء الاخرين ويتعامل مع يتفق معاهم باش من بعد الخبراء يبداو يعملوا. هذه كامل يعني قلت لك من 2011 انا ما كنتش داخله في الملف، دخلت في الملف فقط من 2016 لما بدا العمل الخبراوي يعني الاكسبيرتيز تاع الخبره. وخيروا كمان المغرب خيرت احسن خبير عندهم، تونس خيرت احسن خبير عندها، والجزائر موريتانيا كذلك، الجزائر خيرتني انا ما شاء الله عليك سيده نعم موديستومون. وبدينا نعملوا بالايميل والاجتماعات و اتفاقيات متعددة حتى وصلنا النتيجة والحمد لله. الحمد لله والنتيجة مشرفة. سيدة لويزا غاليز، كيف العمل للحفاظ على هذا الإرث التراثي؟ كما قلت لك في الملف كاين ما يسمى بمخطط الصون. مخطط الصون هذا ما يعنيش بأنه نشرطوا على النساء يرجعوا للعهد القديم اللي كانوا يحطوا الجفنة في وسط الدار ويفتلوا من زوج الخمسة، هذا مستحيل. حاليا النساء يخدموا وعندهم ولادهم يساعدوهم في الدراسات بكري. هذه الأشغال اللي كانت تندار بكري كانت العائلة الكبيرة في 40 واحد الخوال والعمام وكامل كيتلاقاو نسا بيناتهم 15 مرأة في نص النهار يضربوا فيها قنطار. الآن هذه الشروط هذه غير مقبولة، غير موجودة يعني هي مستحسنة لكن غير موجودة في الجانب العملي. وربما سيدة غاليز هناك نساء ما زالها محافظة على هذه العادات وتقوم وتفتل في الدار. لا لا كاين كاين طبعا كاين، لكن احنا كدولة في دارها كدولة ولا كوزارة الثقافة احنا ما نقولوش لهاد النساء ما تفتلوش، لكن ما نقدروش نشترطوا على النساء باش يفتلوا. صحيح. لازم نلقاو ان بالياتيف، نلقاو طريقه باش يبقى الكسكس حتى اذا كانت الحياه اليوميه تغيرت، حتى اذا كانت المراه اليوم تشتغل وما عندهاش الوقت باش تفتل كاين اللي يفتلوا. دونك هذوك النساء اللي يفتلوا نرجعوهم مؤسسات باش حنا بدل ما نروحوا نشرو الطعام اللي مفتول بالماشينات نشرو الطعام اللي مفتول باليد. نساعدوا كذلك ندخلوا الفتيل في مراكز التكوين المهني باش النساء اليوم باش يروحوا يتعلموا كامل كوافوز. صحيح. حنا نسحقوا اون كوافاز في حومه يتعلموا يفتلوا. صحيح. باش يديروا المؤسسات تاعهم حتى هما. لو كان نلقاو في كل حومه يعني 200 1000 ولا 2000 عائله عندهم مره واحده تفتل عندها مؤسسه تاع الفتيل مانيفاكتور راهي تقدر تفتل كامل هذيك الحومه. كاين اشياء من هذا القبيل وكاين كذلك يعني هي موجوده لكن لازم نشجعوها اكثر. لي زوتيل لازم يكون عندهم طبق الكسكس. صحيح. موجود ماشي مره في الاسبوع كل يوم، مي كامل لي سبيسياليتي تاع الكسكس ماشي برك كسكس مرقه ولا كسكس رويال كيما قلت لك كسكس باش يعرفوا به اكثر. إيه. في اير الجيري مثلا في الطياره علاش ما يعطوناش كسكس؟ يمدوا لنا ديما الرز ولا لا بيغي. كسكس. صحيح. وشنو ثاني
يعني هاد الحوايج هادو لازم يدخلوا في العادات والتقاليد تاع العمل المهنيه، العادات المهنيه تاع المؤسسات الجزائريه، والانشاء المؤسسات لازم يشجعوا انشاء المؤسسات تاع فتل الكسكس واشياء كي والبركوكس والمسمن تانيت والخفافيتو، حتى يديروا لهم ينحوا لهم لي زامبو ويدير لهم ان كارت غراتويت، يديروا تشجيعات ماديه، لانه هذا ما راهش برك ماشي مؤسسه اللي دير لي زورديناتور في الشهر ترجع لهم راس المال تاعها. هذه مؤسسه راهي تحافظ على التراث، راهي تربي جيل وتوصلنا للقرن 21 بلا ما نضيعوا الثقافه تاعنا والتراث تاعنا. تأكدي سيدتي لويزا غاليز أن تصنيف الكسكسي في منظمة اليونسكو هو فخر لنا وللجزائر، وسنحافظ عليه، وهذه هي رسالتي. عادات وتقاليد الناس تعرفوا نشوفوه من خلال هذا الروبورتاج لزميلتنا رميسة معزوزية. لا تفضلوا مشاهدينا. العادات والتقاليد جوانب تجتمع بين هوية كل فرد، فأصبحت ثقافة راسخة ونتاج مادي تتوارثه الأجيال. ولاية الطارف أسهمت في ترسيخ القيم والمحافظة عليها من خلال مجموعة ألبسة تقليدية زينتها أنامل المبدعة ليلى بالقاسمي، تحمل بين طياتها رموز من ثقافتنا وأصالتنا. أنا ليلى بالقاسمي المدعوة سيدة شاوش من بلدية شبيطة مختار ولاية الطارف. جيت للحصة باش نقدم إبداعاتي الفنية التي تتميز بها ولاية الطارف، منها لباس تقليدي العريق اللي في بلادنا العالم كامل يفتخر به ويعرفون العالم كامل، ما لقالوش كيما نقولوا الايادي الفنيه الا في بلاده. بديت فن الخياطه، اول البدايه تاعي كانت في الرسم، كنت نرسم منذ صغر، كنت نرسم وحبيت الفن هذا نجسده على ارض الواقع. كانت الوالده تاعي تخيط، كي كانت تخيط كنت انا نشوف باللي نرسم فستان ونحب نطبقه، نروح عند عليها شويه منا شويه منا، بدات الفكره هذيك تنمو، نمات والحمد لله ولا عندي زاد فني مليح فيه، عندي الخياطه كيما نقولوا حنايا ما تعبنيش وما تعينيش خاطركش راني نحبها، وعندي طموح اني نخدم ونخيط كل يوم نحب ندير جديد. تشكيلة راقية من القندورة من تصميم المبدعة ليلى بالقاسمي، هذا الزي التقليدي الخاص بمنطقة الطارف في حلة بريقها تصميم يعبر عن المقومات الثقافية ويبرز عاداتنا وتقاليدنا. جبت لكم مجموعة من التصاميم تتمثل في قندورة الفتلة، في القفطان الجزائري، في القندورة والقاط والفستان والقويط والطابع العصري في الطابع التقليدي. كاين منه تكون القندورة والقاط هي تراث قديم ويبقى ديما ما نفرطوش فيه، التراث يبقى ديما تراث، أما الجديد فهو شيء نبدعوه ونقدموه كفكرة جديدة، وتبقى ديما الفتلة هي أصل الطورة تاعنا، ما نتخلوش عنها وما نبدلوهاش. كنت تدخل عليها شوية تغيير، مثلا شوية كونتيل، شوية عدس، شوية كوكتيل، بس تبقى ديما الفتلة ديما هي الأولى. سحر وجمال في الحرفة التقليدية تكملها خبيرة التجميل نوال مجاري، تستخدم أدواتها لتنفيذ إطلالات مكياج وتسريحات رائعة بلمستها الشخصية، تواكب العصر وتمزج بين الأصالة والمعاصرة.
المرأة الجزائرية تهتم بزاف بجمالها ولباسها التقليدي، وفي الآونة الأخيرة اهتمت كثير كثير بالتقاليد، حتى نشوفه حتى في المناسبات الأعراس أو ختان أو أي مناسبة، حتى النساء الجزائريات في الأعراس يحضروا تاني بناتهم صغار ويلبس لهم لباس تقليدي، حتى البنات نشوفهم فرحانين بهذاك اللباس. يعني هنا أن المرأة الجزائرية مهتمة باش تغرس التراث الجزائري التقليدي حتى في بناتها. اكتساب المهارة والترويج للعمل، حبها لهذا المجال جعل من نوال مجري تصنع قواعدها الجمالية لإبراز لوحتها، وهي ترسم الجمال بإبداع واحترافية. الزبونات كي يجوا عندنا الى صالون الحلاقه يهتموا كثير، يقول لك بلي لازم انا حنلبس الكراكو او الجبه القسنطينيه وكذا، ماذا بيا انا نكون تحفه، لازم نكون اجمل وحده في قاعه الحفلات او الاعراس، وتقول لك كل وحده لازم تكون كل وحده تكون اجمل من الاخرى. انا ندير لها غولوفي، ندير لها تسريحه طالعه كما يقول لك، وعلى حسب ثاني الطول تاعها والاخر. كاين اللي تحب تقول لك انا لاشي نحب اونجولي، نكون سامبل في العرس. تراث هويتنا فلنحافظ عليه، هكذا كان شعار سارة ديكور في قاعدة جزائرية أصيلة تحب الحداثة بطابعها الخاص، تمتزج فيه الأصالة بالتراث. ممثلة عن سارة ديكور والإكيب تاعها، جميع المناسبات أفراح وختان، القاعدة الأصيلة اللي تتميز بأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا هي اللي راهي بإطلالة وإشراقة جديدة في هذه المواسم اللي نحتفلوا بهم في العادات والتقاليد. الفخامة والأصالة وبلمسة متميزة يتحقق الإبداع لتضع بين يدينا لوحة فنية تبحث عليه العائلات الجزائرية في مناسباتها وأفراحها، فاللهم ارفع علينا الوباء لتعود أفراحنا وبهجتنا في كل بيت جزائري. تحيتنا لكم الناس تعرف، وإحنا دايما نفتخر بعاداتنا وتقاليدنا. مشاهدينا لحقنا إلى فقرة الثقافة، نلتقي بعد الفاصل. مشاهدينا فقرة الثقافة، راح نستقبلوا مع بعض الفنانة والشاعرة فايزة مليكشي. شرفتينا، نسميك بالخير شاعرة فايزة. مساء الخير، تحية طيبة لكم وتحية طيبة للفنان اللي راح حاضر معنا وكل طاقم هذا البرنامج، ومن خلالكم إلى كل طاقم قناة السادسة والجمهور العزيز اللي راه يتابع فينا. وقبل كل شيء نقدم لك شكرا لك منورة. شكراً. وردة تهدي الورود، يعطيك الصحة. شكراً. الفنانة والشاعرة فايزة مليكشي، أكثر من 300 قصيدة، لماذا هذا الإبداع وهذا الميل لكتابة القصائد والشعر؟ منين جاتك المعلومة أكثر من 300 قصيدة؟ هذا ضحكين. والله أكثر من 300 قصيدة هو رصيد، يعني مش من الآن، من الثمانينات إلى يومنا هذا. دخلت أول شكرا، دخلت في مجال الشعر منذ الثمانينات، يعني ملي كنت صغيرة وأنا في الشعر عملت إصدارات كتب، يعني كتب شعرية. صحيح، ما شاء الله. كنت يعني خليني نوريهم للمشاهد. أعطيني كتب. عندي السبع إصدارات، ما جبتهمش يعني الكل، ما جبتش كل الإصدارات يعني. الوحيدة هو كان أول إصدار لي، وإصدار ثاني. شوفوا مع المخرج، نشوفوا الكتاب. وحيدة بالشعر الشعبي، لأني شاعرة في الشعر الشعبي. الإصدار الثاني كان الجزائر حبيبتي، كذلك في الشعر الجزائر حبيبتي. ثلاثة كان سي دي أون فيديو، فيه قصائد فيديو وفي نفس الوقت كتيب. إصدار رابع حكي لي تاريخ، ومن بعد رجعت انتقلت إلى الأغاني، يعني عملت ألبوم غنائي فيه سبع أغاني ودو فيديو كليب، يعني دو كليب. هاد شوقتينا، كتاب
واسمه باختصار برك نكمل برك. بعد من الغناء انتقلت الى المسرح، يعني المسرح اون 2010 بديت كممثله مسرحيه، ويعود الفضل طبعا الى المخرج القادر علي طالبي، هو اللي قال لي عندك قدرات في المسرح وانا ما كنتش كامل شايفه القدرات. دخلت في المجال المسرحي وعملت. كانت عندك تجربه في التمثيل؟ ما كانش عندي تجربه في التمثيل، في الشعر. هو شافني في الشعر كيفاش نلقي شعر وكيفاش نتحرك وكيفاش نمشي مع الشعر، قال لي ماذا بينا تكوني معنا في فرقه مسرحيه. تعيشي مع الكلمات نكتبها وتعيشيها لما تاديها؟ اكيد نحس بها ونتحرك معها ونحسها، صح نحسها، ماشي نقرا كذا مجرد قراءه. يعني كان هو اللي نبهني في مجال التمثيل ودخلت في مجال التمثيل معه. وكانت عندنا تجربه، اول تجربه كانت عندنا مثلنا الجزائر في مهرجان دولي في بركان في المغرب. نعم. وشفت السكسي اللي دارته هذه. نعم. يلا عندك كلمات ما شاء الله عليك. نعم. حبينا نسمعوا كلمات تلقيها. الجزائر حبيبتي. نعم. مثلا عندك المعلومات هذاك. هذوك من القديم، قصائد قديمه. نقرا لك من الجديد يعني واش رانا عايشين فيه. مثلا عندي كثير على كورونا. يلا اسمعوا مع بعض. الدنيا قسات لانه الحال اللي رانا عايشين فيه، الوقت صعب والدنيا قسات. مالك يا بنادم هكذا ملهوف، زيد وزيد ما كان شبعات، القلب كحال والقدم تحوف، طاح القنطاس والنار قدات، طاح القنطاس والنار قدات، وشعلت قاوية ما بين الصفوف، صفي وصفق قسمو الخانات، وسر البير برا مكشوف. مفرات تجمع ذيك اللي بقات، والناس تقوي نيران الحسوف، ذاك يتفرج ويقول خلات، وذاك يستغل في الظروف. الفتنة الفتنة في وقتنا راها قوات، النميمة كل وقت نشوف، السيولة في البارد راها خفات، على خير العمر شيوخنا في صفوف. أويلي أويلي عني ران في الغابات، قضت على المحصول وديار الشروف، لقتيلة بالحرق لهبت لهبات، سابوا لماس وسابوا السيوف، هذو صغار تخطفوا خطفات، وهذو قتلة مقطعين طروف. كوفيد كوفيد منا يجبد جبدات، والانحراف كل جهة يطوف. وين ناس زمان والقعدات، وين ناس زمان والقعدات، وين الكبار اللي يعالجوا بلا خوف، وين جماعة ذوك الحزات اللي يحننوا القلوب بالمعروف، بكلام مزيان يطوي الصفحات، المليانة حقد والشر ملفوف. وينو اللي يدل للتوبات ويضوي طريق ذاك المكفوف، الدنيا فانية غير للجريات، بالقاوي والضعيف رانا ضيوف، الدار الدايمة هي اللي علات، وبفعل الخير كل وقوف. ما شاء الله عليك. شكرا شكرا لك. شي انت شاعرة، كيف تقتنين المواضيع اللي تكتبيهم، المواضيع اللي تختاريهم؟ هي المواضيع لازم نحسها، اي موضوع يعني نشوف مثلا نشوف شيء ياثر فيا ما نفقش حتى نلقى روحي نكتب فيه، ونكتبه باحساس. مانيش من هذوك الشاعرات ولا شعراء بصفة عامة اللي نكتب مجرد الكتابة، لازم نحس الموضوع وكي نحسه نقدر نكتبه. ومن خلال الشعر انتقلت كذلك إلى أفلام. حاليا راني نوجد في أفلام قصيرة. نعم. أفلام قصيرة حول كورونا. نعم. هي سلسلة، أول سلسلة عملناها في لاغاديو. ان شاء الله قريب تفوت ان شاء الله. شغل أفلام قصيرة في لاغاديو نورمالمون مع اذاعه بومرداس اللي نشكرها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله في لاغاديو هي. والسلسله الثانيه هي على شكل افلام مصوره، افلام توعويه. واحده سلسله فيلم سلسله توعويه للوقايه من فيروس كورونا كوفيد 19. والثانيه هي كذلك سلسله لكن في قالب فكاهي، توعوي في قالب فكاهي. نعم. بوغ اتيغي لو بيبليك مع الاولها ويضحك، يشوف السلسله يضحك كي تخلص السلسله هذيك يفهم باللي احنا ما بيناش نضحكوا، بينا التوعوي طبعا. نعم. الفنانه فايزه مليكشي، انت فنانه شاعره، وشنو هو الشيء او المحطه اللي تميلي ليها بزاف؟ نميل بزاف للتمثيل. نعم. التمثيل والشعر.
يعني المسرح كل ما هو المسرح والشعر، عملت الأغاني، عملت الموسيقى، عملت أشياء كثيرة، لكن اللي نميل له أكثر هو المسرح والشعر، هذا هما اللي نميل لهم يعني أكثر. وأنت كفنانة شابة، كيف الوقت اللي تختاريه باش تكتبي المواضيع تاعك؟ هي جينيرالمون الكاتب يكتب في الليل، يعني خاصة في الليل، في النهار تكون عندنا ارتباطات عديدة ومواعيد وكي تعرفي، وإحنا بحكم يعني حياتنا كثرتها تحولت نوعا ما الى تونس، يعني عايشه بين الجزائر وتونس. كي جاتنا كورونا عاودت رجعت لبلادي هنايا، قلنا نكونوا مع وسط حبابنا وسط انسي جامي، ويعني عايشه بين الجزائر وتونس. هنا والهي الاعمال تاعي بين الجزائر وتونس. في النهار كي تعرفي الارتباطات كثيره والمشاريع كثيره، لكن في الليل كل فنان يلقى روحه في الليل، يكتب ويبدع، الموسيقى يبدع، يعني الإلهام ينزل في الليل، ولفت الإلهام نزل، خلاص حنايا نولوا عبيد ليه، نولي ما نفكش واش راني نعمل. وهذه هي قصائد شعبيه بعنوان وحيده، انا لفتني بزاف هذا العنوان وحبيت تسمعني كلام من هذه القصائد. وحيده هذه وعلاش وحيده بالضبط؟ والله هذا كان اول اصدار اون 2010، يعني هما كل سبع اصدارات، لكن هذا كان اول اصدار. هذه وحيده في القصائد الكل اللي عندي، هذه اقرب قصيده ليا، اللي يعني بعد وفاه الزوج رحمه الله كانوا عندي ظروف، هذه القصيده هي الوحيده اللي تحكي حالتي انا ذاك، يعني في ذاك الوقت مش حاليا، فهمتيني. لكن من بعد قصائد اخرى نحكي على احوال الناس، كثرتها على احوال الناس، يعني نتاثر على احوال الناس، وهذه هي. يلا قبل ما تقراي لنا القصيده نروحوا نشوفوا احوال الفنان ليت ابو جوده اللي بعث لنا رساله عبر سكايب او وسائل التواصل الاجتماعي، يلا نشوفوها مع بعض. تحية كبيرة لكم. مرحبا، أنا ليث أبو جودة، وبحب أوجه تحية كبيرة للشعب الجزائري الحبيب، وبحب أحكي لكم تابعوا كل جديدي مع سلوى عبر برنامج مسناكم بالخير عبر قنوات التلفزيون الجزائري. شكرا لك الفنان ليت ابو جوده، رانا نتبعوا في اخبارك ورايحين نسمعوا واحده من اغانيك، لكن قبل هذا رايحين نسمعوا كلمات الشاعره فايزه ملكشي في بعنوان وحيده. يلا ان شاء الله المره الجايه نجيب بسكن، نعمل العاب خفيفه، وان شاء الله نقوم لكم بألعاب خفيفة إن شاء الله وبعض اللقطات من أفلام ومن تمثيل، يعني خير من اللي نروحوا غير في الشعر. قبل ما نسمعوا الكليب وأخبار الفنان ليت أبو جودة، يلا نسمعوا كلماتك. في صبحية قصت القبور نترحم، واليوم عيد زيارة تستلزم، تفاجأت في مقبرة بولية تتحطم، وحيدة حضن قبر الدمدم، دموعها وديان سلتها نتألم، حكت لي قصتها سمعتها مغمم، عرفتني فنان للوصايا نتمم، وعبرت بعذاب وكلام منظم. الناس الكل في بيوتها ملتمية، يشتركوا الفرح يتقسموا الحزان، وانا وحيدة في بيتي مكوية، مكتفت اليدين مغمضة العيان، شريكي في الفرح تركني مبلية، ونيسي في القرح خفى ما بان، بحثت عليه على القدم ماشية، دورت عليه في كل مكان، بعيطة مغمضة جاوبتني الدنيا، كي سلتها على حبيبي التيهان، ردت وقالت بحروف عدلية، قعدي معايا وفهمي المعان، قطعي لي ياس يا الولية، مكتوب عليك الشقا والمحان، تسلحي بصبر كوني قوية، حبيبك رحل ما بقى له رجعان، موته مكتب في هذا الكية وهذا قبره هو البرهان. فشلت نتحصر وانا مشوية، ما رضيتش نآمن هذا الوذان، صديت للقبر أكد لي السية، سلت الأرض الشجر والحيوان، سلت البحور بنيران المجدية، ما لقيت جواب بيطفي النيران، فرغت الدار ظلامة مطفية،
فرغت الدار ظلامت مطفية والناس بصورة الحبيب الغيبان. من بعد موته كثرت الأذية الحقرة قوات تبدل الإنسان، الطمع قضى عصفة والنية، حتى الحباب تحولوا للذيبان. هذا جاهل أركعني ضحية، شبعني مراد تفعل الشيطان، ذا طمع يتقدم بالشوية وربي كشاف يعطي البيان. هذا على صلاحه يشري بهدية وذاك يحاول يستغل غفلان. في سلاك نخمم صباح وعشية، دموعي سايحة بحور وديان، بقيت وحيدة نتخبط معنية. ما بقى في وقتنا لا ما نشكون يفهم ويحس بالغدية، ربي يعطي الصبر والسلوان، فرق العزيز رجعني شفاية وفريسة يتمتعوا بها العديان. شكرا لك فنانتنا فايزة مليكشي. من الكلمات المعبره تاعك، يلا نروحوا نشوفوا واحده من اغاني الفنان ليت ابو جوده ونعاودوا نوليكم. يلا تفضلوا مشاهدينا. لا تروح بصوت الفنان ليت ابو جوده، تحيتنا لاشقائنا بعمان الاردن. نقول لك ان شاء الله اخبارك لا تروح وراح نتابعوها من خلال برنامج بسيناكم بالخير. وش رايك فنانة نصر الدين البليدي، هذا الشباب الواعد اللي يؤدي الاغاني بكل طبوحة؟ طبعا هذا نوع جديد في الاغنيه العربيه والاغنيه العربيه، وكاين فنانين ما احنا في الجزائر يتعاملوا بهذا نفس الطريقه في نفس الوتيره. كاين بزاف عندنا، عند عبدو درياسة مثلا يتعامل بطريقه هذه، عنده نفس الطريقه عصريه، عربيه للاغنيه العربيه. وما نخفالكش باللي الاغنيه العربيه هي في الاول كانت في الجزائر كانت كاينه بكثره الاغنيه العربيه. لما الشباب نتاعنا زهر وطلعوا وكذا ولات الاغنيه عندنا بزاف الانواع. أغنية عربية نوعا ما اختفت، ماشي اختفت لا نقولوا لو ستيل هذاك، النوع هذاك بدا يروح نوعا ما. ولكن مع الشباب هذا الوقت اللي جا درك مع الشبيبه هذه، كاين بزاف فنانين من الجزائريين وراهم يتابعوا، وفنانين توانسة، فنانين الليبيين، الأردن، مصر، من النوع هذا يا راهم متمكنين منه بزاف، وكاين نجاحات كثيره في هذا النوع تاع الاغنيه. صحيح. وان شاء الله نتمنى له مستقبل زهر طفل ما شاء الله. شكرا لك. اليوم حبينا نسمعوا صوتك، نسمعوا المشاهد الكريم لو يشوف فيك، اعطينا حاجه اكابيلا. خيرتني الاغنيه الاولى اللي درتها كنت مبحبح في رياض الفتح هذيك في 2016 في المهرجان هذيك، كنت مغلوب واليوم راني مغلوب، صح معليش نحاولوا لكن الاداء تاع الفنان فريد نصر الدين البليدي راهو خاص، يعني طابع كما نسمعوا صوتك نعرفوك، عندك الطابع الخاص تاعك في اداء الاغنيه الجزائريه. نعم طبعا طبعا نحاولوا نعملوا حاجه صغيره نتاع الجمهور، لان ما حضرتش سيدي معليش نتاع باش نسمعوا للجمهور، نسمع له اغنيه من اغاني اللي رانا نسجلوا فيها، ولكن اكابيلا هكذايا. اغنيه تقول يا المال يا المال، يا من كلمات احمد سجان ربي يرحمه، هو مخرج تلفزيوني، والحان نور الدين الغالي ومحمود عزيز ربي يرحمه، كانوا اشتركوا في التلحين، اشتركوا في التلحين. يا المال يا المال يا المال يا المال، انت تسقم وانت تهدم، انت تسقم يا المال وانت تهدم، انت تطلع وتهبط رجال. يا المال يا المال يا المال يا المال يا المال يا المال. الله على هذا الصوت الجميل والإحساس الصادق اللي يخرج من القلب يلحق للقلب. أكيد المشاهد الكريم هو فرحان بك اليوم. حبينا نسمعوا أيضا الشاعرة فايزة مليكشي، ما هو الإيجابي اللي تقول هنا في هذه الأمسية للمشاهد الكريم اللي نشوف فيك من خلال التلفزيون الجزائري؟ والله الإيجابي هو كثير يعني، أنت قلتي لي ديري وحيدة يلا ماشي مشكل. كنت حابة نبدأ ونقول نهدي سلام بكلام معطر يخرج من قلب صافي وحنين، نصلي ونسلم من هذا المنبر رسولنا شفيعنا في يوم الدين. كنت نقول لو كان نقدر نزور البرنامج ولو دقيقتين،
كتب بالمكتوب وجيتكم بالقدر ولقيتكم لينا احنا مرحبين قطعت البلدان خلوني نقول لي به نشعر خلوني نقول لي به نشعر لنكلف روحي على حرفين زرت البلدان وقطعت البحر ولاد الحرف شمال ويمين ندغدغ في قلوب حرف تتبعثر نعقد سناس اللي تولج نحين بياتم ست فاعل وزن تبحر نرشم عنوان بين الحاجبين ماني طالبة لا مال لا زهر طالبة هناكم ورضى الوالدين الله يسلمك شكرا لك شكرا يعطيك الصحة شكرا الشاعرة فايزة مليكشي قولي لي برك فايزة ما هو جديدك باش يعرفوا المشاهد اللي يشوف فيك من خلال التلفزيون الجزائري محبيكم ومتابعيك أيضا نعم الجديد هو عندي فرقة مسرحية بريفي يعني حرة فرقة مسرحية حرة حرة بروفيسيونيل نعملوا مسرح الطيف نعملوا مسرح الكبار عندنا مسرحيات جديدة إن شاء الله إن شاء الله برك نخرجوا من فترة كورونا عندنا أعمال كثيرة ما فينا نعملوهم داخل وخارج الوطن وفي نفس الوقت عندي كما قلت لك سلسلة في أفلام يعني نكتبهم ومع ناس يعني رانا إن شاء الله نبدأ التصوير فيهم بإذن الله تعالى يوم ماشي الجمعة تاع غدوة الجمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله نبدأ التصوير أفلام قصيرة إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يشوفهم الجمهور ويقولنا رأيه إن شاء الله بإذن الله تعالى وحبينا نعرف الرأي تاعك الخاص والله كما تقومي بهذه الأعمال هل أنت راضية؟ والله ما نكذبش عليك أنا باش نطلق عمل حتى نسفري فيه وحتى نراجعه ماشي هكا وخلاص يعني نراجعه تاع الصح باش نخليه باش نخرجه ماشي نكتب وصاي باش نكتب صحيح نو. وش رايك فنانة نصر الدين البليدي في هذا الشباب الواعد اللي عنده مواهب ويبدع بقلمه مثلا كل واحد وطريقته الخاصة صراحة أنا أقول لك الأخت راهي مقابلتني ماشي بدون مجاملة شغل الإنسان أنا تبهرت كما يقول شكرا لما شفت على كل حال الأخت وش قدمت والابيات الشعريه اللي قالتهم دركايا كتبتهم درك وحفظتهم درك وقالتهم درك ما شاء الله عليها هذه اللي ما قدرتش نسولها كتبتهم درك تكتب فيهم وحفظتهم وقالتهم ما شاء الله بدون بلا ورقه انا هذه نقدر نقول انا معجزه ربما تجيك تجي يكون ان شاء الله يكون من هذا البنبر يكون عمل مشترك تكتب لك كلمات وعلى هلا ماشي مشكل ماشي محل نصيب عندها اغاني ولا كلمات اللي يناسبوا اللي يليقوا بيا ونقدر نلحنهم ولا نعطيهم ملحن يلحنهم ونغنيهم ماشي مشكل التعامل يكون هكذا الاحتكاك هو اللي يكون هكذا صحيح انا عجبني هذا الكاطو هذايا ولا نشوف فيه بصح خاطيني انا ما ناكلش الكاطو نشكروا عجبني شويه ديكور سيده شعاعي فاطمة ويحيوي هاجر على هذه القعدة الجزائرية طبعا الأصيلة هذه الحلويات التقليدية الممزوجة بالعصرية نخزر فيها مش اسم تحب تاكل تاع الذراري كاي تحب تاكل تاع الكبار كاي كاين كلش قول لنا تاكل تاع الشيوخ كاي الكلمة ختامها مسك إن شاء الله يا رب وحلوة وشكرا لنا إن شاء الله يا رب المشاهد الكريم اللي اليوم شافك من خلال تلفزيون الجزائر من خلال برنامج بسيناكم بالخير على كل حال انا فرحان كثير وسعيد كثير وشرف كثير اللي شرفتوا بي وعرضتوني الحصه شكرا على الاستضافه الاخت سلوى والمخرج والقاطم طاقم التقني كله ونشكركم على الحصه ونشكركم الفنانه فايزة مليكشي ان شاء الله التقدم والتحسن وروحي كما راكي منوره ان شاء الله الكلمه باختصار انا نشكر عندي سلام صغير برك سلام تحيه صغيره فضل. تحيه لوليدي الصغير ووليد بنتي وتحيتنا للعائله الكريمه صحيح وعندي الاميره بنتي الصغيره شكرا وعندي ريتاج ربي يخليهم لك ان شاء الله يا اللي عايشه في فرنسا ان شاء الله تفضلي انا نشكرك على نشكرك ونشكر كل طاقم البرنامج نشكر كل المتفرجين اللي ما يتفرجوا فينا نحيي كل عائله تاعي اللي دائما تشجعني من داخل وخارج الوطن والاصدقاء تاعي وكل الناس اللي يتعاملوا معايا سواء في الشعر ولا المسرح ولا في كامل ضمن والاكثر الاكثر الجمهور الجمهور نحييه كثير شكرا لك فايزة مليكشي شكرا. فنانه وشاعره والفنان القدير نصر الدين البليدي كنتم معي في برنامج مسيناكم بالخير شكركم انتم تاني كمشاهدينا على المتابعة والوفاة تقبلوا مني تحياتي وتحية الفريق اللي خدمكم لنهار اليوم في أمان الله الملتقى الأسبوع المقبل إن شاء الله
وزيد ما نقص معاك بركاني يا تزيني بركاني يا تزيني راني مخليك على هواك راني مخليك على